عظيمه، جامعة كل الفنون وكل شيء حلو. شرفتنا كمان بوجودك. دكتور نبيل حداد رح يوزع ال دكتور مسلم، اوكي تفضل. هيدا لإلك. لا برنار يلا اعطيه. الاخير المياه بتجري. جمال ابو الحسن، دكتور جمال فل ترك، اوكي نحتفظ له فيه. مسيو ماريو ناكوزي كمان مش تفضل مسيو تفضل. نعم الشاعر زياد عيقي كمان. سعودي رحمي شاعر لبنان الكبير. منو كمان مش موجود؟ طيب نحتفظ فيها اذا تريد. هيدي لإلي، ميرسي كثير. شكرا، ميرسي لإلك. وكمان بوكية ورد لليلى وبوكية ورد لمادي كمان. شكرا دكتور نبيل حداد، شكرا. جنرال جورج حلو موجود معنا؟ لا وين؟ ما بعرف. اوكي لكن كلمة شكر من القلب لحضوركم الراقي والجميل. بدنا نشكر كمان دانس اكاديمي ارثر مراي، الانسة رفقة دومت والانسة لله الاول. لكم جميعا وتفضلوا نحتفل بنخب المناسبه سوا. اهلا وسهلا فيكم من جديد. شو سر ابداعك مع هيك موسيقى خلطتها بلوحه فنيه رائعه سحرت فيها عيون الجميع؟
يعني بتأمل كون سحرت الجمهور، لأنه حياة هيدا حلم مزبوط، هي ضمة حلم بدك تجمع الناس، بدك تقدر تخليهم مسيطرين على المشهدية. الغنية على طول بتسحبك أكتر من اللوحة، اللوحة صامتة، الغنية بتسمعيها والرأس بتشوفيه، بس اللوحة بإيداء جميل أو بالطريقة اللي أنا عم برسم فيها على طول بالمباشر، هي رقم 217، خليت العالم كمان يقدروا اللوحة مباشرة قدام الناس. لأن مثل ما المغني أو الملحن بدق قدام الناس، أنا كمان برسم قدام الناس، وفرضت هذا الشيء على المسرح، إنه صرت مطلوب مثلي مثل أي مغني مشهور إنه يقدر أعمل إيداء. هلأ الإيداء تبعي أصعب من غيري، أنا بده تحضير أكتر، أنا ما بحضر فكرة، أنا بحضر مواد للإرسم والإماش اللي أرسمها، وبحضر حالي نفسيا للإيقاع هيدا، وعطول بس إرسم بيبقى من سحر عم شوفه وعم بسمعه، ومن دينتي بتنتقل لإيدي وإيدي بتطلع على الإماشي. كرمال هيك الموضوع أكيد في أورج، في موسيقى، في الكيس انحكى، في الفلوت دو بان، في الشعر اللي وين ما كان، كرمال هيك طلعت هيك اللوحة. يعني انت بدك تفوتي بالجو وتخلي الجو لإلك وانت لإله، بتكمل المشهدية. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شكرا لكم، ميرسي. بونسوار، يعطيكم العافية. الله يعافيك. مثل ما شفنا الفن اختلط بين الموسيقى واللوحات الفنية والشعر، شو رأيك بهذا الفن؟ سحر العيون وسحرنا سمعنا وسحر كل شيء فينا. ليك الكلمة واللحن دايما والصوت اللي عم نسمعه هو كان لوحة متكاملة، حدث كتير مهم لأنه كان فعلا جامع ووافي لحتى يعطينا أفضل صورة وبتشيل الجديد اللي عم بيقدموه. طبعا الحشد الكبير اللي كان موجود هو أكبر دليل أنه هيدا عمل فعلا ناجح، فلذلك لا كان عمل موفق، ضمت حلم، ضمت كتير أشياء يعني، فحبيت كتير، حبيت طبعا. وبدي أشكركم، أنا متابعكم دايما على طول طبعا، وبدي أشكركم أنتم تغطوا كتير أحداث مهمة، يعني بعتقد كنتي بس بالأونسكو كمان، فيعطيكم العافية. حبيبنا لا بونسوار. مثل ما شفنا الفن اختلط بين الموسيقى وبين اللوحات الفنية الجميلة، ما عرفت عيوننا وانت تسمع وتطلع على الموسيقى الحلوة ولا الفن الرائع اللي كان الرسام عم بيقدم؟ كان عمل متكامل بجمع بين الفن والشعر والباتور، يعني الرسم كان فعلا ضمة حلم مزبوطة. هيدي الضمة هي بالفن كتير كتير حلوة، وأنا من العائلة بدعم مدام أبي لمعه، بدعم ماجي أبي لمعه أكيد، نحن الرابطة بندعمها دايما لماجي بكل احتفالاتها بكل كونسرات تبعها، وهنيكم حبيبتي. هذيك ضمة حلم اليوم شو بتمثل لك بهالتكريم الحلو اللي أديته عليك؟ أول شيء كل اللي شفتيه هون مواهب لبنانية فتية غير محترفة، عملت هالتمازج هالتزاوج بين الكلمة والصورة والموسيقى باختصار شديد، وبرزت فيها وجه لبنان الحضاري وجماله الطبيعي، يعني شيء بالفعل بيرفع الرأس وبيشرف بفرجي هذه لوحة لتفرجي الشريحة اللبنانية قديشة عندها عطاءات. شوفي مواهب مختزنة ممكن تبرز إن شاء الله بنعومة وببساطة لإبراز هالنخبة اللبنانية هاي، وخاصة دور المرأة العربية. نسلم كثير، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيك وشرفونا. من شعر لبناني للوحات الفنية لحتى موسيقى ماجي، ضمت حلم اليوم شو مثلت لك؟ شو كانت بالمثابة؟ يعني كان بودي أنا أقول كلمة على أساس كانوا طالبين مني أقول كلمة وما صارت، تقول فيها أنه رح يبقى لبنان طالما في هيك إطلالات حلوة فيها شعر وفيها موسيقى وفيها رسم وفيها فيها جمال حقيقي، جمال روح اللي بتعكس جمال لبنان الحقيقي. هيدا الوطن ما بيموت طالما في هيك عالم بعدهم بيتحدوا الموت وبيتحدوا ثقافة الإرهاب وثقافة القهر والذل
لحتى يقولوا انه لبنان اكبر من هيك بكتير، اكبر من ما عم يشوفه اليوم على الارض، واكبر من كل السياسيين، وانه لبنان ما بيركع، في رئيس او ما في رئيس، في نواب او ما في نواب، في وزراء او ما في وزراء، لبنان باقي، لبنان ما بيركع، بيضل لبنان طالما في شعراء وفنانين وموسيقيين عم يعطوا هالعطاء اللي شفناه اليوم. تسلم تمك، كل كلمة من تمك اللي طلعت توصل لقلوب العالم كلها ان شاء الله. شكرا. شكرا، يعطيك الف عافية. شكرا. ضمت حلمي اليوم، شو حققت لك؟ أي حلم حققت لك اياه؟ حلم اللبنانيين كله. يعني أنا حسيت هلا بضمت حلم إنه فرجيت لبنان الحلو، إذا حدا هلا عم بياخد الـ DVD أكيد بده يشوف. يعني أنا حقيقة مش عارفة إنه لبنان هلا قد حلو، يعني المحلات القليلة اللي عم ببرم عليها أوكي، بس إنه لبنان للجيل الجديد بدل ما يسافر لبرا بالعكس يكتشف بلده. يعني أنا مع ليلى حسيت حالنا الموسيقى والصور يعني صاروا ضمت حل. قدرنا ناخد أحلى صور من لبنان، وهلأ مقررين الله راد بلشنا بالسفرات نمرق ضمت حلم حتى نسافروا لبرا أو نقلهم للإميغرانس ببرا ارجعوا على لبنان وخلينا نرجع نحط كتف على كتف ونحييه يعني بإذن الله. ولما التقيت بماجي حسينا أنا وياها شعور كتير حلو، ضمينا فريد دو بانف نايات ماجي مع صوري وطلع هالعمل يلي هو ضمت حلم. يعطيكم ألف عافية. Thank you.